صباح الخير لكل مشاهدينا، عودة لاستوديو النيل للأخبار من مازبيرو من أجل مناقشة أهم الأخبار الصحفية في وقفتنا اليومية في بلاط صاحبة الجلالة. ضيفي وضيفكم هو الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير يا أستاذ صبري. صباح الخير. تعالي نبتدي على طول عشان ما نضيعش وقت. أول خبر. أهلا بيك. أول خبر من جريدة الأهرام، السيسي الشعب عازم على إنجاز التنمية الشاملة، رئيس وزراء المجر زيارتي تقدير للرئيس ونتعاون في الاقتصاد والأمن. الخبر على جزئين يا أستاذ صبري، رئيس السيسي بيتكلم عن عزم الشعب على إنجاز التنمية الشاملة، هل بتشعر بوجود مثل هذه الروح في هذه الفترة لدى الشعب على إنجاز الخطط التي وضعت مسبقا؟ أنا عندي شعور يصل إلى حد اليقين أن الرئيس وفريق عمله عازمين على إنجاز الخطة الشاملة للتنمية، لكن أنا مش متيقن من حركة المواطن في شوارع المحروسة وفي شوارع المدن وفي القرى، مش متيقن أنه هذا الشعب يواكب الرئيس في حماسه وفي سرعة إنجازه. أنا مش متيقن. استطلاعات الرأي العام اللي بتصدر من فترة لأخرى ما بتكونش دليل بالنسبة لحضرتك يا أستاذ صبري؟ لا، لأنه الاستطلاعات في أغلبها في مصر مش علمية بالشكل الكامل يعني. لكن مجتهدين، يعني مراكز استطلاع الرأي في مصر مجتهدين، لكن مش علميين بالمعنى الحرفي للاستبيانات وإزاي تتعمل والاستمارة تتعمل إزاي، وبالتالي ما تاخديش كل نتائجها على انها هذه هي الحقيقه، لكن خدي نتيجه حركه الناس في الشارع، خدي نتيجه الاهمال اللي في هيئتنا وشركتنا ووزارتنا. عايز تقول ايه يا استاذ صبري؟ عايز تقول ان الرئيس الاداره السياسيه بتسير بمفردها في اطار التنميه وان مش الشعب مش بمفردها قوي برضه. نعم. ما هو يعني لو انا بشق طريق، ما هو اكيد في مهندسين واكيد في فنيين واكيد في عمال بيشتغلوا. لو انا ببني مصنع اكيد في بنا وفي مقاول وفي شركه وفي حد بيشرف، لا في فريق للانجاز، لكن مش كل الشعب المصري منجز. انا بتمنى انه كل الشعب المصري بما فيهم انا وحضرتك على الاقل نبقى منجزين في اماكننا. عارفه حضرتك لو الشعب ده عازم على انجاز التنميه الحقيقيه اللي وضعت خططها من هنا لسنه 30، كنت هتلاقي على الاقل الزباله في الشوارع اقل، بلاش اختفت. يعني في اجزاء منها ثقافه عايزه تغيير. تعال نروح لنقص ثاني من الخبر، وهو رئيس وزراء المجر زيارتي تقدير للرئيس ونتعاون في الاقتصاد والامن. ماذا عن ابعاد هذه الزياره من وجهه نظرك في هذا التوقيت؟ على فكره اهم ما في الرئيس السيسي انه نجح في فتح افاق جديده واستعاده جسور العلاقات بين مصر وعديد من الدول. نعم. واتجاهه لشرق اسيا في الصين وماليزيا وسنغافوره وفي الهند وفي كوريا وفي اليابان، هذا الاتجاه بيكمله دلوقتي في اوروبا. يعني الان مصر تنفتح مره اخرى وتعيد جسور الصله بينها وبين دول لم نكن نسمع عنها كثيرا، زي الدول الاشتراكية السابقة المجر وما على شاكلتها. هذه الزيارة لها دلالات سياسية تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في الانفتاح على العالم والعودة مرة أخرى إلى دور فاعل ورئيسي في أحداث المنطقة من جهة. من جهة تانية هي تنوع مصادر التعاون، كل دولة لديها على الأقل ميزة أو أكثر في إنتاجها في موقعها. نحن من خلال السياسة الخارجية المصرية نحاول الاستفادة من هذه الميزات وهذا التقارب لصالح الاقتصاد المصري، لصالح الأمن المنطقة، مش أمن مصر لوحدها، لأنه زي ما قال رئيس وزراء المجر أنه أمن مصر واستقرارها يصب في مصلحة أوروبا، لأنه احنا الجار الجنوبي لأوروبا. احنا
احنا دولة محورية ومهمة أكيد. لكل الدول ولن تهمش بالطبع آه. وتعميق العلاقات مع كل الدول المهمة بالنسبة لها في هذه طبعًا. المرحلة الفاصلة أكيد. التاريخية. نروح لجريدة الجمهورية. مصر تدخل عالم حاملات الطائرات، وزير الدفاع يرفع العلم على ماسترال في فرنسا اليوم. مصر تبني القوة والقدرة لحماية المستقبل. هي دلالة كبيرة جدا. نجح الفريق الذي يعمل على إدارة البلاد في تنويع مصادر السلاح بجد، في إن احنا ما نكونش أسرى لجهة واحدة، لجهة واحدة ولا عقيدة قتالية واحدة، ولا كتلة شرقية ولا كتلة غربية ولا أي شيء، ولا شرقية. نعم. احنا نبحث عن مصالحنا وعما يحقق أمننا القومي، ونذهب إلى من يساعدنا على تحقيق الأمن القومي. الآن أصبح لدينا حاملة طائرات حديثة، ولدينا طائرات الرافال المهاجمة، ولدينا قطع بحرية من دول أخرى، ولدينا من الصين، ولدينا من الهند، ولدينا من كل الدول التي نستطيع أن نأتي منها بتكنولوجيا أو نأتي منها بسلاح حديث، حتى نأمن من غدر المستقبل. بالفعل نحن نبني اليوم قدرة دفاعية وليست هجومية. نحن لا نهاجم أحد، نحن ندافع عن أمننا القومي ونؤمنه، وندافع عن المواطن المصري في داخل حدوده، ولا نلجأ إلى العمل خارج الحدود المصرية، ولا يطئ قدم جندي مصري واحد أي أرض خارج حدود الوطن مصر. نروح للمصري اليوم. المالية، إصلاحات وإجراءات لخفض عجز الموازنة والدين العام. والبنك المركزي يعلن عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 17 مليار و521 من الألف دولار نهاية مايو. إصلاحات وإجراءات لخفض عجز الموازنة والدين العام، لكن المالية لم توضح ما هو شكل الإصلاحات وتلك الإجراءات. لا، ربما يكون في جوه في متن نعم. الخبر ما سوف تلجأ إليه وزارة المالية، أهمها تخفيض الإنفاق العام، أهمها ترشيد الاستيراد، أهمها الحفاظ بالتعاون مع البنك المركزي في السياسة النقدية على وجود احتياطي كبير، أو عودة رقم كبير للاحتياطي، حتى نضمن أنه هذا الاحتياطي يغطي تكلفة ما تحتاجه مصر من مستلزمات إنتاج وخامات وأدوية وأغذية لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. طيب، قيمة الاحتياطي اللي وصلنا له اللي هو 17 مليار 521، تعليقك على الرقم. هو هذا الرقم أكيد تحرك لأعلى، هو طفيفا، هو أقل. نعم. لكن هو له مؤشر، احنا لن نصل الى 36 مليار كانوا في البنك المركزي في 2011. هو كان يعني بس بالاشاره، هو كان كام؟ كان بدايه ابريل كان 17 مليار. أيوة. وتحرك حتى نهايه ابريل ونهايه مايو اللي احنا عشناهم الى 17 مليار ونصف تقريبا. هذا مؤشر طيب، لانه بقى اصبح لديك القدره على الاقل، بدل ما تستنزفي الاحتياطي لديك انت ترفعي من قيمته. وهذا الرفع جاء من اجراءات، يعني انا اعتقد انه الاجراءات الصارمه لترشيد الاستيراد ادى الى انه يبقى عندنا وفره في ما كان ينفق على الاستيراد، خصوصا في الاشياء التي ليست اساسيه. هو اتخذت الكثير من الاجراءات في مجال الاستيراد للسيطره على فكره يعني ذهاب العمله. لا، وكمان اتخذت اجراءات للسيطره على الذين يتلاعبون في العمله. اغلقت شركات صرافه، رقبت جيدا في الفتره الاخيره، وبالتالي التلاعب في العمله من خلال بعض الشركات وبعض الافراد يتراجع. المؤشر الجيد ان الدولار الان في السوق الموازيه بدا في التراجع، تراجع بطيء جدا لكنه مؤشر جيد انه يتراجع، مش يطلع لفوق، بينزل لتحت ان شاء الله بقروش، لان ده مؤشر اقتصادي جيد. يعني مش عايزين يفوتنا نقول ان مصادر زياده معدل
النقد الاجنبي من النصف مليار اللي اشرنا اليوم كان زي ما اشار الخبر هو مصدرين، تحويلات العاملين من الخارج اللي بيقال انها شهدت كم غير مسبوق او رقم غير مسبوق، وايضا استقرار عائدات قناه السويس. نروح الى جريده الاخبار. الجلاله، مدينه على قمه جبل انجاز 52% من المشروع لسرعه الانتهاء في الموعد المحدد. فندق جبلي على مساحه 42 فدان وتنفيذ 80% من طريق السخنه الزعفرانه. قيمه هذا المشروع في هذا التوقيت تحديدا يا استاذ صبري من وجهه نظرك؟ لا، هذا المشروع وزي ما قال سياده الرئيس، الشبكه القوميه للطرق والانفاق التي تعبر قناه السويس و المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية وزي مدينة الجلالة، دي كلها حزمة من المشروعات استهدف الرئيس فيها أنه يعمل حاجة يرفع أصول للبلد. عارف حضرتك لما يبقى عندك أصل قيمته 1000 جنيه هتسيبيه بعد عمر طويل ميراث قيمته قد تتضاءل نتيجة تآكل العملة، فيبقى ثمنه اللي كان بألف جنيه بقى مثلاً ب 800 جنيه. الرئيس يرفع أصول الشعب المصري، الأصول المملوكة للشعب المصري بهذه المشروعات، بيزود رصيد الشعب المصري من أملاكه، بيزود أملاك الشعب المصري. أيضا تخيلي بقى أن كل هذه المشروعات تستوعب عقول تفكر كيف تنشأ، وتستوعب أيدي عاملة تمتص جزء مش كبير لكن مؤثر من البطالة اللي بيعانوا منها الشباب أو اللي بيزعموا أنهم بيعانوا منها، لأنه أنا متأكد أنه اللي عايز يشتغل ما بيفيش بطالة، لكن إحنا عندنا بطالة لأنه إحنا طول النهار أو طول الليل قاعدين في الكافيهات بنشرب شيشة وبنلعب على الفيس، يعني للأسف إلا من رحم ربي. الشباب الناهض الكويس لا يشكو بطالة. تعالي حضرتك أوريكي في أكاديمية البحث العلمي شباب مصري يفرح يبتكر متفائل بالغد، بالفعل ما عندوش وقت يضيعه. أكيد هذه النماذج موجودة وإحنا بنشاهدها يوميا، لكن بالتأكيد في نماذج أيضا مش عارفة تجد الفرصة بشكل حقيقي إنها تخدم هذا الوطن، عشان بس ما نعممش. أنا برضو مش عايز أعمم وأقول لحضرتك إنه المثل الذي يقول إن فتك الميري اتمرغ في ترابه هو الذي يسيطر على عقول وثقافة المصريين. ما عادش يا أستاذ صبري. والله لسه أنا هقول لحضرتك حاجة. من كام يوم اتصل بيا محامي في اسكندرية، كان أنا بدرس له في مكان ما، كان بياخد دبلومة كده فكنت بدرس له. فطلب مني، هيروح امتحان يوم الأحد اللي فات أو الأسبوع ده يعني، هيروح امتحان في إحدى الوزارات. فطلب مني واسطة. هذا الابن العزيز قاعد على الفيس من 2011 يقول البلد دي الوسطى والمحسوبية والرشاوة، وعارفة حضرتك المسائل الثورية دي. استغربت فقلت له يا فلان انت طول النهار هريني كلام عن الوسطى والمحسوبية، عايز الوسطى ليه؟ بتلجأ الى وسطى ليه؟ واكيد انت ما كلمتنيش لوحدي. عارفة كان رد يقول لي ايه؟ يقول لي ما اصله انا لو انا متأكد ان انا رايح من غير وسطى، اللي هيروحوا دول من غير واسطه مش هطلب واسطه، لكن كل اللي رايحين جايبين وسايط. فقلت له طيب انت راجل محامي بتشتغل في مكتب وبتعمل قضايا، عايز تروح تتعين في الحكومه ليه؟ عارف اقول لك ايه؟ للمستقبل، للمعاش. ده نموذج تفكير موجود وبنقابله فعلا. ده النموذج السائد. برضه ما نقدرش نحسب. انا بحسب ما عندناش. لا يعني بنشوف نماذج من الشباب بتفتح مشروعات جديده باشكال مختلفه بره الصندوق خالص او بره التفكير الاعتيادي. في شباب كتير جدا شغل الحكومه بالنسبه لها ما هواش الامل المطروح لانه لن يحقق فيه. انا بقول لحضرتك أي شيء من ده موجود، ده موجود، والمبتكرين المخترعين موجودين واللي قاعدين على الكافيه. طب انت بالليل اركبي عربيتك ومري على كافيهات مصر المكلفه كمان، شوفي الشباب، عدي كده اللي قاعدين وشوفي الشباب اللي قاعد فيها واساليه انت بتعمل ايه؟ يعني وقاعد بتعمل ايه؟ يعني وبتجيب ده منين؟ انا نفسي اعرف بس اللي بيدفع فاتوره 300 400 جنيه كل ليله ده بيجيبهم منين؟ ويشتكي الصبح انه ما فيش شغل. يعني وفي اشياء كتيره طبعا سلبيه موجوده تحتاج لوقفه. على فكره في الثقافه والرؤيه الفكريه المصريه دي هتبدا من التعليم بالتاكيد. اكيد بالتأكيد. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا لا ننقد جلدا للذات، احنا ننقد
محاولة للإصلاح. النقد بحد ذاته هو محاولة للبناء. أيوة فهمت. ليس للهدم. يعني إحنا ننقد للإصلاح. بالتأكيد بالتأكيد في كل الجوانب النقد للإصلاح. أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام، أشكرك شكرا جزيلا على التواجد معي هذا الصباح. أنا مستمتع بحوارك. شكرا ليك يا فندم، أشكر ذوقك. مشاهدينا ما زلتم معنا في استوديوهات النيل للأخبار، وهذه وقفة مع الملاعب الرياضية والزميلة حنان.